اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة اهم العناوين. الهيئة عنونت القسم الإغاثي بالتعاون مع منظمة أم القرى يقدم المساعدات الإنسانية للنازحين من نينوى. وفي الزمان الأبادي الفاسدون أوصلوا داعش إلى العراق. الشرق الأوسط، وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة. العربي الجديد، الحكومة السورية المؤقتة تشكل جيشا وطنيا من عشرات الفصائل. الخليج الإماراتية، معركة تحرير صنعاء على الأبواب والحوثيون يتخندقون. القدس العربي، بالموت للمرشد، مظاهرات في طهران وسقوط قتلى مع اتساع الاحتجاجات في إيران. الحياة اللندنية، ترامب لطهران، الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وننتقل من العناوين إلى أبرز المقالات، حيث قالت صحيفة العربي الجديد إن قوى وأحزابا سياسية عراقية تمارس ضغوطا من أجل تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في آيار المقبل حتى نهاية عام 2018. الصحيفة أشارت إلى أن هذه الضغوط تواجه رفضا من قبل قوى سياسية أخرى تتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها. الصحيفة أشارت إلى دعوة حزب تركمان إيلي التركماني الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات إلى الموافقة على تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 6 أشهر حتى اكتمال إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم، مؤكداً تعرض المناطق التركمانية للتهميش على يد الأحزاب الكردية خلال الفترة الماضية، داعياً إلى منح التركمان ثلث مقاعد كركوك في البرلمان العراقي المقبل. وأضافت الصحيفة أن تحالف القوى يواصل ضغوطه الرامية لإقناع البرلمان بالتصويت على قرار يقضي بتأجيل الانتخابات البرلمانية حتى نهاية عام 2018، لافتة إلى تلويح نواب تحالف القوى بالعزوف ومقاطعة الانتخابات في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وأضافت الصحيفة أنه بالمقابل يؤكد رئيس كتلة بدر في البرلمان محمد ناجي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكداً في بيان أن كتلته تقف بقوة ضد مطالب تأجيلها. وأوضحت الصحيفة أن الأسابيع المقبلة ستنهي الجدل بشأن الموعد النهائي لإجراء الانتخابات، حيث من المقرر أن تعقد الرئاسة الثلاث اجتماعاً موسعاً مع القوى السياسية من أجل حسم مسألة تأجيل الانتخابات أو إجرائها في موعدها. واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن تلويح بعض السياسيين باحتمال مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال أجريت قبل إعادة جميع النازحين يأتي في وقت تشهد فيه المحافظات الشمالية والغربية المستعادة من سيطرة تنظيم الدولة، إقبالاً محدوداً على تحديث سجل الناخبين الخاص بالتحضير للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في آيار من عام 2018، الأمر الذي ينذر بعزوف غير مسبوق في هذه المحافظات. دعا الكاتب كريستيان ويتون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعم التظاهرات المناوئة للحكومة الإيرانية التي نشبت بعدة مدن داخل إيران، وذلك في مقال له نشره على موقع شبكة فوكس نيوز الأمريكية. وقال الكاتب إن التظاهرات التي امتدت ليومين في عدة مدن إيرانية لا يعرف إن كانت ستستمر أم ستتوقف، إلا أنها تعتبر من المرات النادرة التي يخرج فيها الشعب الإيراني متحديا السلطات
منذ استيلائهم على الحكم عام 79 و900 ألف. وعليه فإن ترامب ينبغي أن يقدم للمتظاهرين دعما معنويا. الكاتب أشار إلى أن الاحتجاجات بدأت بمظاهرات صغيرة ضد الظروف الاقتصادية التقشفية، إلا أنها تصاعدت للتعبير عن المعارضة للسياسات العامة للحكومة الإيرانية. وأضاف: بدلاً من هتافات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل التي كان يتردد صداها في مدن إيران عبر مظاهرات تدفعها الحكومة، باتت المدن الإيرانية وبعفوية تهتف الموت للديكتاتور والموت لروحاني. وقال الكاتب إنه في العام 2009 اندلعت مواجهات مستمرة وواسعة في عدة مدن إيرانية عقب الانتخابات الرئاسية التي وصفت بأنها مزورة. كان ذلك في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أنه بشكل مخجل جلس دون فعل شيء لدعم المتظاهرين. ولاحقاً برر صمته بأن المتظاهرين لم يكونوا يريدون دعم الولايات المتحدة. ويقول الكاتب إن كل الأنظمة الاستبدادية عندما تخرج الجماهير ضدها تقول إن هذه التظاهرات مؤامرة أمريكية، إلا أن الأمر يتطلب أن تسهم أمريكا في دعم المتظاهرين ورفع الدعم عن أي نظام ديكتاتوري. فالمؤكد أن الدعم المعنوي للرئيس الأمريكي يمكن أن يحدث فرقاً ويؤثر في النتائج السياسية لتلك التظاهرات. ويرى الكاتب أنه بغض النظر عما إذا كانت هذه التظاهرات التي نشبت في مدن عدة إيرانية ستكون قادرة على تغيير نظام الحكم أم لا، إلا أنها ترسل رسالة واضحة للنظام عن تذمر الشعب من جراء سياسات إيران ودعمها وتصديرها للإرهاب إلى الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعل من تلك التظاهرات مهمة، فهي قد تنجح في إجبار النظام على تغيير سياساته في المنطقة وحتى برامجه النووية بحسب الكاتب. بعد صبر طويل أخرجت البطالة والفقر أهالي مدينة مشهد الإيرانية في تظاهرات حاشدة هاتفين مرددين الموت لروحاني والموت للديكتاتور. ومعروف أن صفة الديكتاتور تعني المرشد الأعلى علي خامنئي بشحمه ولحمه. إبراهيم الزبيدي يقول في صحيفة العرب اللندنية أنه حتى لو كانت هذه التظاهرات محدودة أو حتى لو تمكن النظام من إجهاضها ومنع توسعها، فإنها لابد أن تعود وتنطلق من جديد، وهي في كل أحوالها استفتاء شعبي ليس على سياسات النظام فقط بل على النظام نفسه. والأهم والأخطر في هذه التظاهرات أن المتظاهرين لخصوا أسباب غضبهم بأن سياسات النظام الخارجية التي تقوم على إنفاق المال والرجال من أجل احتلال دول عديدة في المنطقة وإخضاع أخرى تحت هيمنته في العالم هي التي جرت عليهم سياسات النظام الداخلية الفاشلة التي أدت إلى خنق المواطن اقتصادياً. ويعتقد كثير من الإيرانيين بأن وضعهم الاقتصادي لم يتحسن بسبب سوء الإدارة والفساد مع بقاء العقوبات الدولية الخانقة. والآن تعالوا نتحاسب، كم خسر الشعب الإيراني وكم يخسر اليوم وكم سيخسر غدا من مال ورجال في ظل نظام أقام وجوده كله ويريد أن يجبر الشعب الإيراني بأجمعه على التمسك بمنطلقات توسعية غير واقعية وغير قابلة للتطبيق ولا التحقيق. والسؤال الثاني: إلى أي مدى يمكن أن يصبر الإيرانيون على الفقر والظلم والقهر والقمع في الداخل وعلى موت أبنائهم وهدر أموالهم في الخارج في انتظار أن ينتهي النظام من تركيع شعوب الدول العربية العديدة التي يحاول احتلالها ليعيد إليهم أبنائهم إليه سالمين وليفتح لهم خزائن المستعمرات الجديدة وأسواقها مثلما وعد ويعد من زمن طويل؟ الكاتب يشير إلى أن أخطر ثلاثة تحديات تواجه الإرث الخميني اليوم وتهدد بقاءه هي فقر الملايين من الإيرانيين وتفشي الفساد والظلم والتخلف داخل إيران ذاتها وصمود الشعب والحكومات العربية والأجنبية التي تعرضت وتتعرض لغزو النظام الإيراني وإرهابه وصحوة شباب الإنترنت الإيرانيين المقبلة أن هذا العصر هو عصر التمرد على التخلف المفروض بالقوة على الشعوب.
الموت لروحاني والموت للدكتاتور، بهذه الشعارات صدحت حناجر آلاف المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة لحكومة طهران التي بدأت في ثاني أكبر مدن إيران مدينة مشهد، التي توسعت وامتدت لتشمل مدنا عدة كبرى شرقي البلاد وغربها ومدينة قم التي تشهد لأول مرة تظاهرات تندد بفساد ولاية الفقيه وتدعو بموته. الدكتور أيمن العاني يتساءل في موقع الهيئنات: من سيعاقب نظام الملال التوسعي في البلاد أو في البلدان العربية ودعمه للميليشيات الطائفية في المنطقة؟ انتشرت المظاهرات الأخيرة التي وصفت بأنها أكبر وأوسع من مظاهرات 2009 التي خرجت ضد إعادة انتخاب نجاد، بعد الكشف عن ثروات وشركات مرشد إيران والمقربين منه وعدد من قادته العسكريين، في إجراء رفع الغطاء الأمريكي عن مراجع الفساد في إيران وأظهرهم على حقيقتهم التي كانت مغيبة أمام الرأي العام الإيراني وأمام المغرر بهم من أبناء الشيعة العراقيين وغيرهم من العرب والمسلمين. ويزاد على ذلك دعوة الخارجية الأمريكية دول العالم علناً إلى دعم الشعب الإيراني ومطالبه بحقوقه الأساسية وإنهاء الفساد، وأدانت بشدة اعتقال المتظاهرين السلميين وطالبت بالإفراج عنهم، في إشارة على ما يبدو إلى أن الدور المنوط بنظام الولي الفقيه لإثارة الفوضى الخلاقة في المنطقة لا سيما في العراق قد شارف على الانتهاء. إن من أولى تداعيات ما يجري في إيران هو ما تعكسه تصريحات وتلميحات التي وصلت حد التجريح وكيل الاتهامات بين أقطاب السياسة الإيرانيين الحاليين والسابقين، في حين أشار بعض المسؤولين إلى إمكانية استغلال الاحتجاجات من دول مناهضة لإيران. الكاتب يقول: إن السؤال الكبير هنا هل هذه الاحتجاجات والتظاهرات صحوة حقيقية تبث في صفوف أبناء الشعب الإيراني؟ ستفضي إلى محاسبة الفاسدين في إيران ومعاقبتهم من أجل أن ينالوا ما يستحقون حقاً، أم أنها ستمر دون ذلك كما مرت سابقاتها في الماضي؟ مجلة فوربس الأمريكية رأت أن قلة من شعوب العالم تلقفت الاحتجاجات التي نشبت في المدن الإيرانية، معتبرة أن خروج الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج كان لأسباب متنوعة ومتداخلة ما بين السياسي والاقتصادي، سائلة إن كان العالم سينصت إليهم هذه المرة أو سيتركهم لمصيرهم مع النظام الإيراني كما حصل عشية الثورة الخضراء عام 2009. المجلة تقول إن الاحتجاجات انطلقت بسبب نسب البطالة المرتفعة في البلاد المترافقة مع ركود اقتصادي وتضخم في أسعار السلع، فيما السبب الثاني للاحتجاج كان تحركات النظام الإيراني العسكرية خارج البلاد. وتشير في هذا الصدد إلى أن الاقتصاد والعمل العسكري المترافق مع الخسائر وخيبات الأمل يعدان من الأسباب النموذجية لإطلاق شرارات الاحتجاج في إيران. وتؤكد فوربس أن الاحتجاجات التي تشهدها الساحات الإيرانية اليوم تعد تهديداً كبيراً لطبقة السياسيين الذين يمسكون بالسلطة التنفيذية. لكن في حقيقة الأمر فإن الطبقة الأولى المنبثقة عن المؤسسة الدينية الاستبدادية هي التي تمارس السلطة الفعلية ولها السيطرة النهائية، وبالتالي ترى فوربس أنها هي من يتحمل المسؤولية عن الأسباب الكامنة خلف الأزمات الاقتصادية والعسكرية، وترى أن هذه الطبقة هي من يرسم السياسة الخارجية لإيران، وكذلك هي المسؤولة عن تورط الجمهورية الإسلامية في حروب الداخل السوري والعراقي على مدى السنوات الماضية. وبطبيعة الحال هي من يمنع الاقتصاد الإيراني من النمو والتعافي، لا سيما القطاع النفطي بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران. واختتمت فوربس بسؤال قائلة: بعد ثورة عام 79 و900 وألف خرج مئات الآلاف من الشباب الإيراني للشوارع عشية الثورة الخضراء عام 2009، ولم يحرك العالم ساكناً عندما تعرضوا للضرب والاعتقال وحتى القتل على أيدي رجال الأمن، وكذلك اليوم هم يخرجون إلى الشوارع ليعبروا عن سخطهم ومعاناتهم من النظام القمعي الحاكم، فهل ينصت العالم لمطالبهم؟
إذا كان قرار القرصان ترامب هو الحدث الأبرز والأخطر في عام 2017 وهو كذلك، فإن صمود شعبنا الفلسطيني وإصراره على المقاومة كنهج حياة والتصدي بكل جرأة وشجاعة للموت الصهيوني حليف الجنون الأمريكي مهما عظمت المعاناة وغلت التضحيات هو العنوان اللافت لهذا العام، أو غلت التضحيات هو العنوان اللافت لهذا العام. هذا ما أشار إليه رشيد حسن في مقاله الذي نشرته صحيفة الدستور الأردنية. هبة الغضب المقدسة التي تسكن قلوب ووجدان وجوارح كل العرب والمسلمين وكل أحرار العالم الذين وجدوها فرصة للتضامن مع القدس وفرصة للتعبير عن كراهيتهم للبلطجة الأمريكية والسلب والنهب الأمريكي المنظم الذي حولهم إلى عبيد في سوق النخاسة الإمبريالية الأمريكي، يكدون ويكدحون ليلاً ونهاراً من أجل راحة ورفاهية الكاوبوي الأمريكي. هذه الغضبة النبيلة لن تؤتي أكلها إلا إذا ترجمت إلى أفعال تؤثر على المصالح الأمريكية وعلى النفوذ والسيطرة الأمريكية التي تعتبر العالم كله ساحة لأساطيلها وجيوشها وقواعدها التي تطوق العالم ولا تغيب عنها الشمس. أمريكا أصبحت معزولة سياسياً، نعم معزولة سياسياً، فكافة دول مجلس الأمن أدانتها وعبرت عن رفضها لقرار القرصان ترامب باعتبار القدس المحتلة العربية الفلسطينية عاصمة لحليفته إسرائيل، كما أن غالبية دول العالم أكدت أن القدس مدينة فلسطينية محتلة ورفضت إلغاء هويتها العربية ورفضت العبث بتراثها وتشويه وجهها العربي الإسلامي الحضاري المشرق الجميل. كل ذلك جميل ورائع، ولكنه ليصبح أكثر روعة وجمالاً وأكثر فعالية فلا مناص من أن ينتقل إلى مربع الفعل. الكاتب يقول إن هناك قناعة تكونت لدى الشعب الفلسطيني من خلال تجربته النضالية الفذة بأن لا قوة في الدنيا قادرة أن تنتصر على هذا الشعب ما دام مؤمناً بحقه، مؤمناً بوطنه لا ينازعه أحد فيه، مؤمناً بقدسه، وما دام مستعداً لترجمة هذا الإيمان إلى فعل، إلى استشهاد، ومن هنا انتصر على كل الغزاة وسينتصر على الصهاينة طال الزمن أم قصر. رفض مربي إبل إماراتي بيع ناقة يمتلكها مقابل مبلغ 2,700,000 دولار لأحد الأمراء السعوديين التواقين لاقتناء الناقة التي أطلق عليها اسم الملكية. المالك ساري بن بلوش المزروعي قال إنه رفض بيع ناقته اعتزازا بها وبقيمتها بين النوق، سواء لجهة سلالتها النادرة أو لجمالها المتميز في مزاينة الإبل. كما توقع المزروعي الذي يمتلك أكثر من 500 رأس إبل ترعى في أراض تمتد على مساحة شاسعة بمنطقة الضفر القريبة من العاصمة أبوظبي، أن يزداد ثمن الناقة في السنوات المقبلة. وأكد المزروعي الذي يبلغ من العمر 64 عاما وهو أب لعشرة أبناء أنه يقدر ثروته من الإبل بملياري دولار، ولديه خمس نياق يصل ثمنها الخمسة فقط إلى 6,800,000 دولار. بعض من صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم مشاهدينا الكرام من الصحف العراقية والعربية لكسر حدة الأخبار.
برنامج صدى الأقلام هذا اليوم انتهى مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وإلى اللقاء.